بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي جيم ليبيا. جيم ليبيا فقرات حلقتنا لهذا الأسبوع، وأهم الأحداث الأسبوع كانت مع انتخابات الاتحادات الرياضية في ليبيا، وخاصة الاتحاد الرياضي اتحاد الكرة، وحصول جمال الجعفري على أكثر أصوات الجمعية العمومية الاثنين الماضي. لكن قبل انتخابات القدم خلينا نتوقف للحظات مع نجاح جديد للإدارة الليبية أو الإدارة الرياضية الليبية دوليا، حيث أسدى الستار أول أمس بالعاصمة الجزائرية على انتخابات الاتحاد الأفريقي لرياضة رفع الأثقال، وتمكن الليبي خالد مهلهل من حصول على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لدورة جديدة والثالثة على التوالي لرئاسة الاتحاد الأفريقي طبعا لرياضة رفع الأثقال. كما أسفرت النتائج أيضا على انتخاب الليبي منار الدين الشلي منصب الأمين العام، وعبد المنعم أيضا الليبي الآخر عبد المنعم سوفيجين على أمين الصندوق بالاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال. الجدير بالذكر أن رياضة رفع الأثقال الليبية تحظى بمكانة مرموقة عربيا وقاريا ودوليا من خلال النتائج والتتويجات الباهرة اللي حققها ويحققها مازال أبطالنا ومنتخباتنا خلال العقد الأخير. كذلك من رفع الأثقال الشخصية طبعا الشباب يحاولوا مع المهندس خالد مهلهل، هو في حالة سفر من الجزائر وعايد وراجع لمقر الاتحاد الأفريقي في تونس مع رفاق الليبيين الآخرين، حاولنا نتواصلوا معاه في نشراتنا السابقة، كذلك حاولنا ننسق معاه يكون معنا في مداخلة هاتفية، لكن في عذر مسبق من المهندس خالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي لرياضة رفع الأثقال، لأن في حالة تسجيل في وقت تسجيل حلقتنا هو في حالة سفر في عودته من الجزائر لتونس. كذلك ما دمنا احنا نتحدث في عملية الانتخابات الاتحادات الرياضية، هذا نجاح كبير للرياضة الليبية بشكل عام، يجب أن نحن ندعم الشخصية الليبية خالد مهلهل ومنار الدين الشلي وكذلك عبد المنعم سوفيجين في الاتحاد الأفريقي، وخاصة يحقق نتائج كبيرة جدا في تنظيمه وتطويره لرياضة رفع الأثقال في القارة الأفريقية. ايضا في انتخابات اخرى حدثت الاسبوع الماضي او في نفس اليوم يوم الاثنين نفس اليوم منار الدين الشلي حقق وتمكن من حصول على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لرياضة رفع الأثقال. منار الشلي في نفس اليوم انتخابات الاتحاد الأفريقي في الجزائر، كانت في انتخابات الاتحاد الليبي الاتحاد الأفريقي في الجزائر، كانت انتخابات الاتحاد الليبي في طرابلس في فندق كورنتي على ما أعتقد، وتحصل منار الدين الشلي على مركزين أفريقي ومحلي، تبوأ مركز رئاسة الاتحاد الليبي لرياضة رفع الأثقال في ليبيا، ومع توليفته إن شاء الله نتمنوا له التوفيق وتكملة مشوار نجاحات الاتحاد الليبي لرفع الأثقال في البطولات العربية والأفريقية، وخاصة الاتحاد الليبي لرياضة رفع الأثقال يهيمن على كثير من البطولات الأفريقية في رياضة رفع الأثقال في كافة الأوزان والأعمار. كذلك ما دمنا نتكلموا في الفقرة الأولى مشاهدين عليه مسألة الانتخابات، كذلك رياضة السباحة، كانت مدينة سوسة الليبية في شرق الليبي احتضنت اجتماع الجمعية العمومية لرياضة السباحة، وتمكن السيد عثمان القنين من ثقة الجمعية العمومية ودورة جديدة في رئاسة الاتحاد الليبي لرياضة السباحة. من رياضة السباحة ونتمنى التوفيق لرياضة لسيد عثمان القنين، كذلك رياضة الكاراتيه وجمال الرعيض رئيس الاتحاد السابق يستطيع أن يستمر في رئاسته وتمكن من نجاحه في انتخابات الاتحاد الليبي جمعية العمومية الاتحاد الليبي لرياضة الكاراتيه في مدينة البيضاء. إذن كانت الأسبوع الماضي حافل من بحركة رياضية
في كافة الاتحادات الرياضية، رياضات فردية والعاب جماعية. اتحاد كرة القدم جمال الجعفري كرئيس الاتحاد الليبي كرة القدم، وكذلك رئيس الاتحاد الرفع الأثقال الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال الليبي، كذلك رئيس اتحاد الكاراتي جمال الرعيض والسباحة عثمان القنين، كذلك رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال منار الشلي. هذه حوصلة عن بعض ما آلت إليه انتخابات الاتحاد الليبي، اتحادات الرياضية الليبية في دورة جديدة لأربع سنوات مقبلة. لكن يوم أمس شاهدنا إن أو شفنا اللجنة الأولمبية أو رئيس اللجنة الأولمبية المكلف محسن سبعي أصدر قرار بأن الانتخابات القادمة للاتحادات المتبقية كلها وجميعها تكون في مقر الاتحاد الليبي للعبة اللي مفروض تنتخب، وكذلك مقر اللجنة الأولمبية. أيضا قرار شفناه في صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة اللجنة الأولمبية الليبية، قرار من محسن سباعي أن الانتخابات الجاية كلها الانتخابات مازالت الاتحاد الليبي الكرة الطائرة، كذلك رئيس ما زالت انتخابات الاتحاد الليبي لكرة اليد، وكذلك الاتحاد الليبي لكرة السلة. هذه أهم الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية، أربعة ألعاب جماعية: القدم والطائرة والسلة واليد. شفنا يوم الاثنين الماضي القدم، ومعنا الاتحادات الرياضية المقبلة ستكون انتخاباتها في مدينة طرابلس. نحاول أن احنا نتصلوا بسيد خالد مهلهل في حلقة اليوم، لكن العذر عنده عذر خالد مهلهل، وحبينا نهنوه على الهواء مباشرة مع المشاهدين والمتابعين لقناة 213 والرياضة بشكل عام. في الآن توقفوا شوية لفاصل قصير ونتواصلوا ونوقفوا وقفة مطولة مع انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، ويكون معنا عبر خدمة سكايب من المرج النائب الأول للرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السيد عبد الحكيم شلماني. جيم ليبيا مستمر معاكم، ومن الجزائر وانتخابات رفع الأثقال واتحادات رياضية إلى مدينة السلام طبرق وانتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، اللي اكشف صندوق الاقتراع على رئيس 30 في تاريخ رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم، وحظي جمال الجعفري بثقة الجمعية العمومية لمنصب رئيس الاتحاد الليبي الجديد. مراسلو 218 كانوا متواجدين في انتخابات ورصدوا لنا المتابعة التالية. اليوم 14/12 إعلان من مديرها على عدد أصوات جمال الجحفل. طبعا اليوم نعيش عرس رياضي، وهو انتخاب اتحاد كرة القدم، واللي احنا متأملين فيه انها تكون افضل مستوى من السنوات الماضية. والحقيقة كان في جو رائع ديمقراطي، الأندية اختارت من هو الأجدر والأفضل، ونبارك للدكتور جمال الجعفري. شفنا مع بعضنا مشاهدينا الكرام كواليس انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، وكانت عملية
انتخابية شفافة ونجح من نجح وأخفق من أخفق، لكن بارك لي من نجح وانهارد لك لحكيم اللي أنور الطشاني وكذلك عبد المطلب الثابت وباقي الشخصيات اللي رشحت نفسها لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم. مباشرة من المرج معانا النائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السيد عبد الحكيم الشلماني. مرحبا بك سيد عبد الحكيم ونباركوا لك أنت والفريق العمل اللي معاك في الاتحاد الليبي لكرة القدم، عليه منحكم ثقة الجمعية العمومية الاتحاد الليبي لكرة القدم. مرحبا بك أخويا علي ومرحبا بمدامج كريم ونقوى العابين عليه. حبت البداية نشكرك ونقوى لتم التنسيق معهم ومدينة البرد وشريكة محمد الزهري ومستعجيل. طيب مهمة صعبة ومسؤولية صعبة للاتحاد الليبي الجديد وتركة صعبة في من كل النواحي من الظروف كلها، لكن قبل أن ندخلوا في مستقبل الاتحاد الليبي، كيف رأى السيد عبد الحكيم الشلماني عملية الانتخابية اللي جرت يوم الاثنين؟ الحقيقة في عليك وبكل صراحة كل شفافية كانت انتخابات بشفافية كاملة بطريقة ممتازة جدا في الديمقراطية. بغض النظر عن أن نحن نشكلك هذه الانتخابات، لكن الحقيقة اليوم ما نشوف الانتخابات بشكل كان طريق منظم سواء من المملكة أو من اللجنة المكلفة سواء من الجمعية العمومية أو الأستاذ اللي كانوا مستوى، فكان التنسيق والتنظيم بصورة ممتازة جدا. طيب مهمة صعبة قلنا في عملية انتخابية، المشكلة في مشكلة شوية في الصوت ما يوصلنيش كويس صوت زيد حكيم، وحضرتك من مرج والعملية الانترنت في المرج في ليبيا بشكل عام في صعوبة شوية. نحاولوا سؤال أخير معاك في عبر السكايب، كان ما مشاش معانا نحاولوا ننتقله للهاتف سيد. هل ان الاتحاد جديد سيد عبد الحكيم في صعوبه في تحقيق اهدافه جديده وخاصه ان الصعوبات اللي تمر فيها ليبيا؟ بالتاكيد اخوي علي، طبعا ما نحملش مسؤوليه الاتحاد السابق التراكمات، ولكن نبدا نشوف مقدمه الاتحاد كامل جميع اعضاء الاتحاد وجميع الامور السابقه، ولكن حكوا في صعوبة، ولكن بإذن الله حنبدأ خطوة خطوة. في بداية نبدأ بيتنا من الداخل من تنظيم اتحادنا في إداراتنا في برنامجنا في عدد تنظيمه بالكامل، ثم حنطلب خطوة خطوة بمساعدة الأهلاء وراء ومش حنقصي حال، فبالتأكيد حنواجهنا صعوبة كبيرة من تركوها صدقة. طيب سيد عبد الحكيم، يبدو ان الصوت ما يوصلش كويس لينا، مضطرين نقطعوا الاتصال بحضرتك عبر السكايب، ويحاولوا الشباب يتصلوا بك عبر الهاتف، لان الحقيقه الصوت ما وصلنيش واضح لينا ولا اعتقد حتى للمشاهدين. مشاهدينا الكرام نتواصلوا في حلقتنا، حاولوا الشباب يتصلوا به بسيد عبد الحكيم الشلماني النائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم. في أثناء الانتخابات وشفنا الكواليس، في صورة أهدانا السيد أنور الشريف من مدينة الإعلامي الرياضي المعروف من مدينة طبرق، لحظة سماع انتخابات أو حسم نتيجة انتخابات للسيد جمال الجعفري، نشوفها اللي تواني ونرجع. هذه لقطة تاريخية للسيد جمال الجعفري، وكانت منافسة كبيرة جدا بين ثلاث شخصيات، بين جمال الجعفري وأنور الطشاني وكذلك عبد المطلب الثابت عضو مجلس النواب وكذلك رئيس نادي الأخضر بالبيضة، اللي الحقيقة نحيوه عبد المطلب الثابت واللي أثبت على أن حسن نواياه في أنه يحاول أنه يجتهد
في تطوير الرياضة الليبية، وكذلك حسن أخلاقه واللي استمر في عملية انتخابية لنهايتها، رغم أنه هو خرج من الجولة الأولى، لكن عبد المطلب ثابت أبقى في صالة الانتخابات أو قاعة الانتخابات ويمثل ناديه ويمثل مدينته وبكل روح رياضية. جمال الجعفري شفنا قدامنا لحظة انتخاب جمال الجعفري كرئيس، وفي عقب النتيجة أدلى جمال الجعفري بتصريح لوسائل الإعلام. نشوفوه مع بعضنا التصريح جمال الجعفري حول عديد من نقاط تهم الاتحاد الليبي في القادم المناسبات. نتمنى بصراحة الشارع الرياضي أن يلتف حقيقة على الاتحاد الليبي لكرة القدم وأن يساعده، وإن شاء الله إحنا نأخذ خطوة بخطوة، وخلال يعني من سنتين لثلاث سنوات حيكون لنا إن شاء الله مسابقة قوية جدا على مستوى أفريقيا وشمال أفريقيا، ويكون عندنا منتخب إن شاء الله ومنتخب قوي ويصل للنهائيات للبطولات الأفريقية وننافسه حتى في مسابقة كأس العالم، يعني الوصول لكأس العالم إن شاء الله تكون عندنا أفضل مسابقات. وهذا طبعا نحتاج الى استقرار الدوله، وان شاء الله الاخوه السياسيين يساعدونا وان يكون في حكومه واحده وتكون في شعب دوله واحده. وما عنديش حاجه ثانيه نقولها، انا شاكر للجميع حقيقه، وان شاء الله ربي يوفقنا لخدمه الوطن. كيف شفت العمليه الانتخابيه؟ جيده جدا والله، كانت ممتازه وكانت من ناحيه التنظيم، يعني ما نبيش نتكلم في عملية الكواليس والربط والأمور هذه أمور يعني لها ناسها، ولكن نشكر الناس حقيقة اللي وقفت معايا حقيقة، والأندية اللي دفعت بيا، والأندية اللي وضعت ثقتها في جمال الجعفري. إن شاء الله نكونوا في المستوى وإن شاء الله ما نخذلهمش إن شاء الله. الآن جمال جعفري رئيس اتحاد ليبي لكرة القدم لكل الأندية، يمثل الرياضة الليبية وكرة القدم الليبية في المحافل الدولية كرئيس شرعي للاتحاد الليبي لكرة القدم. في تصريح جمال جعفري تحدث عن أو طلب من كل الأندية والشارع الرياضي بشكل عام يلتف حول الاتحاد الليبي لكرة القدم ويحاول يحقق نجاحات مقبلة، وخاصة أنور جمال الجعفري عنده تجربة سابقة في كرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في السنوات الماضية، وحقق نجاح أو أخفق هذه، أعتقد أن التجربة الثانية حيستفيد من التجربة الأولى في تجربته الجديدة، ومن إذا كان وقع في بعض الأخطاء في الجولة أو الدورة الأولى لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم. جمال الجعفري يطلب كل الأندية تلتف حول اتحاد جديد، ومهمة صعبة الحقيقة للاتحاد الليبي لكرة القدم، خاصة في ظل انشقاقات اللي صايرة وتعدد الحكومات وما فيش ممول حقيقي للرياضة الليبية، وخاصة استحقاقات المنتخبات الليبية في كرة القدم. حاولوا الشباب يتصلوا بعبد الحكيم شلماني، لكن احنا كنا مجهزين لتصريح عبد الحكيم شلماني نائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي. وعبد الحكيم شلماني في تصريح بعد ان اعلن انه هو نائب للرئيس، نشوفوا تصريح عبد الحكيم الشلماني ونرجع من بعد. الحقيقه انا عجبتني اليوم الشفافيه الكامله من بدايه اختيار الرئيس، يعني كنا متوقعين يعني ممكن تصير بعض المشاكل، ولكن الحقيقه كان النظام، كانت اللجنه بصوره طيبه، كان الاختيار بصوره طيبه، وحتى المرشحين اللي سواء الرئيس او نائب الرئيس كانت لديهم الحقيقة بصراحة يعني قدموا التهاني، وكانت لديهم الروح الرياضية اللي تدل على الرياضة. وشعرت اليوم بإذن الله يعني أن حتكون بداية للرياضة من جديد. احنا ما نقولش احنا الأحسن، ولكن إن شاء الله نبنوا مع بعضنا ونكونوا يد واحدة ونكونوا مجموعة واحدة. شفنا عبد الحكيم شلماني، ورجعنا من جديد ايضا عبد الحكيم شلماني في اتصال هاتفي من المرج بعد ما صعوبه التواصل عبر خدمه السكايب. رحبوا بك من جديد سيد عبد الحكيم، ولو سمعتنا من الاول نهنوك من جديد لتوليكم رئاسه الاتحاد الليبي لكره القدم مع منظومتكم بصفتك نائب الاول لرئيس الاتحاد.
بارك الله فيك خويا علي، مرحبا بك ومرحبا ببرنامج جيم والاخوه المستمعين. شكرا لك وشكرا للاخوه العاملين معك، ونشكر حتى الاخوه اللي ربطونا بالاتصال معكم، سيد محمد الجوهري وسيد يوسف عجري. طيب، مهمة صعبة تحدثنا عليها سيد عبد الحكيم حول تولي رئاستكم للاتحاد الجديد، في ظل أنا مش في ظل الصعوبات اللي في مهمتكم بعد الاتحاد السابق، ولكن في ظل الصعوبات اللي تمر بها ليبيا بشكل عام. بالتأكيد خويا علي صعوبات، ولكن تحتاج إلى وقفة قوية واتحاد قوي، واتحاد يفرض نفسه، يعني الاتحاد يكون هو أقوى حتى من الأندية. فبإذن الله احنا من خلال ثقة الجمعية العمومية ووضع الثقة فينا ان هنكونوا في المستوى المطلوب، ونادي واجبنا هو حمل كبير جدا جدا، يبدأ من بداية تنظيم من الإدارة من الداخل والبيت الداخلي، سواء في إدارات مختلفة، سواء إدارة الإدارية الخاصة بالمقرر العام، أو ما يخص المنتخبات، ما يخص الأندية، ما يخص المسابقات، ما يخص التحكيم، ما يخص ارتباطنا بالاتحادات القريبة جدا حتى نوصل لهدفنا بما وعدنا فيه في وضع الحصار. فهناك برنامج، كذلك موضوع الدوري وطريقة التنقلات في الدوري نظرا لبعد المناطق، نظرا لأن مع عندنا بعض المناطق الحقيقة نعانوا منها في مشكلة الأمن، ولكن بإذن الله إذا كان كنا يد واحدة وكان من قرارنا قوي وحازم من البداية حنكونوا في الصورة المطلوبة. نحتاج إلى وقت، ولكن نحن ما نهربش من لأن هناك تراكمات، ما حملناش الأخوة في الاتحاد السابق بذلوا مجهود وعملوا، ولكن نحن بإذن الله خطوة خطوة حنوصل، لأن هذا جزء لابد أن ندفع ثمنه في ليبيا، ولابد أن نحن نكون في الصورة المطلوبة، لأن رأي ثقة كبيرة جدا جدا هو تكليف وليس تشريف، لأن رأوا أن ما حملوك مسؤولية وتحصل على أصوات كبيرة جدا، وعندما تجد ثقة الناس، وعندما تجد المراسلات، وعندما تجد الرسائل والتهاني والإذاعات والإعلام، وضعونا في مسؤولية إن شاء الله كنوا قدها أخوي علي. طيب، تحدثت علي عدة نقاط سيد عبد الحكيم، لكن أولوياتكم اللي كاتحاد ليبي جديد، أولويات الاتحاد الليبي في أول اجتماع سيعقد المدة المقبلة؟ بالتأكيد حيكون المدة القريبة حيتم عقد اجتماع، حتى السيد الرئيس في أي مكان حيكون أول اجتماع تقابلي، بعدين نقدم المقترحات، خاصة نحتاج إلى سرعة في اتخاذ الإجراءات نظرا لضيق الوقت، لأن حتى نحن مرتبطين بمشاركات لمنتخباتنا المختلفة، وكذلك فرقنا اللي تو مشاركة والفرق اللي حتشارك في المواسم القادمة. فبالتأكيد حتكون لدينا سرعة في اتخاذ قرارات سريعة. فبالبداية أكيد التنظيم نشوفه عن طريق الإخوة اللي كانوا سابقين في الأمور المالية، ما الأسئلة اللي موجودة عندنا، مكافآت الناس المسؤولة واللي اشتغلت من قبل، سواء من حكام أو مراقبين أو رجال مختلفة، إذا كان في أي التزامات في مشاركات عند الفيفا أو عند الاتحاد الأفريقي أو عند الاتحاد العربي، حنرجع نحاول نرجع بسرعة باتصالاتنا بالدول المجاورة بالشمال أفريقيا، لأن حتى المسؤولين من قبل في رفع الحصار يحتاج نبدأ من البداية، يحتاج أن نحن نتصل بشمال أفريقيا والاتحادات القريبة منا، سواء الاتحاد المصري لأن أشخاص معروفين، أو الجزائري أو التونسي لأن معروفين وموجودين في المكتب التنفيذي. فإذا كان وقفوا معنا حنبدأ في رفع الحصار على بعض ملاعبنا الآمنة في مدن آمنة. فبالتأكيد وندفع بعد كل يد واحدة، نحن كإعلام أو خبراء أو مسؤولين، نحن جبتك من بدري مش حنقصي أي حد حتى من الناس السابقين، ولكن بإذن الله حنكون يد واحدة مساندين للسيد الرئيس والإخوة الأعضاء، وحيكون موضوعنا عمل جماعي وليس فردي بإذن الله تعالى. طيب، هل صعب على الاتحاد الجديد التغيير سريع في المنظومة الإدارية للاتحاد الليبي؟ والله يا أخويا نحن طبعا أنا ما قدرش حتى نعطي الرأي، لأن كل واحد له رأي، ولكن أنا رأيي الشخصي حتى احنا نبدو فيه بالتأكيد نحن ما نستغلوش، لأنه موضوع جزء ليس جزء من الرياضة يعني. حتى لو بيتم تغيير بيتم على مراحل، لأن بالتأكيد لو نقول المالية عندهم كل أسرار المالية وأسرار المالية، وحيكونوا موجودين معنا إذا كان صاروا في نفس الموال، لكن حيكون هذا الرأي ما قدرش نعطي لك تو، لأنه حيكون رأي جماعي من خلال الطاولة اللي احنا حنجتمعوا عليها، وإن شاء الله ربي يجيب الرأي الأصلح. يعني احنا بالأخير كلنا ليبيين وكلنا منظومة واحدة، حتى الاتحاد السابق وأعضاء اللجان السابقة اشتغلوا
وانا واحد منهم، انا كنت في لجنه عامه للتحكيم، لكن بالتاكيد ان شاء الله تكون من حسن الظن، حيكون اختياراتنا حتى هم ليبيين، اللي جايين ليبيين واللي باقيين ليبيين واللي قاعدين من قبل ليبيين، ونشوفوا الاحسن وربي يدلنا الاحسن ودعوات الناس معنا عشان نختار الانسان اللي يكون في المستوى المطلوب. يعني حضرتك تحدثت عن ان كنت ضمن منظومه الاتحاد السابق كرئيس لجنه الحكام بالاتحاد الليبي السابق، هل حقوق نعرف ان الحكام اغلبيه الحكام او جل الحكام او كل الحكام ما تقضوش مكافاتهم للتحكيم، هل حقوقهم مضمونه ما زالت في الاتحاد الحالي؟ والله نحن بدينا في الاتصالات من بعد انتخابنا، وفي اوراق الان موجوده طبعا في عند المسؤولين هنا في المنطقه، حتى المنطقه الشرقيه، وبالتاكيد حتكون حتى المنطقه الغربيه، لان الرياضه جامعه كل الحكومات. نحن تهمنا ليبيا قبل كل شيء، فهنكملوا بقية الإجراءات اللي هم مقدمات كمستندات، ونطلب حتى من أقوى المسؤولين، أمس طلبت من المالية ورئاسة الوزراء اللي موجودة هنا أنهم يكملوا لنا عقب الإجراءات، في إجراءات مقدمة تقريبا تقدر بكل المصاريف في 2014 و2015 ومكافآت سنية، بحيث يتم تنظيمهم بطريقة صح، ويدخل لنا حساب اتحاد الكورة ما يدخلش حسابات فرعية، باش يكون منظم، وحتى اللي يجروا عليها مش أشخاص، لأن هذا حق لهم، حق مشروع لكل الحكام، حق مشروع لكل المراقبين، حق مشروع للأخوة اللي عليهم التزامات، حتى الموظفين اللي داخل الاتحاد سمعت ان في التزامات كثيره. فباذن الله احنا بدينا نسعى وفي نكملوا عقاب المشوار اللي مكملين مقدمين ناس من قبلنا، سمعت ان في مديونيه تقريبا مقدمه موجوده الان على التوقيع ب 8 مليون، فانا امس طلبت من الماليه بهذه المواضيع توقف لحين التسليم والاستلام، ويجوا يسموها ناس مختصين وتتقن الحسابات وتكون في شفافيه واضحه من ضمن العمل اللي نحن اتفقنا عليه، حتى امورنا تكون شفافيه حتى في المصاريف، ولا بد كل شيء ينقل على طول للاعلام والجمعيه العموميه ويكونوا على درايه كامله بهذه المواضيع، وان شاء الله حق مضمون باذن الله، باذن الله حيكون حق مضمون باذن الله. نحن حنسعى، وانا ما نقول لك انا تو الان انا اللي بخلص ولا نقبل جميل، لكن بالتاكيد اذا كان يوقفوا معنا المسؤولين في ليبيا بالكامل، لا شرق ولا غرب ولا جنوب، من اجل الرياضه، لان الرياضه جزء لا يتجزا، والرياضه هي اللي لم الشمل، والرياضه فيها من جميع انحاء ليبيا، سواء انديه ولا حكام ولا مراقبين، ولكن نسعى بكل قوه وندافع عليهم بكل قوه، كل الحكام وكل المراقبين وكل من لديه التزام لدى اتحاد الكوره، نحن باذن الله حيكون عن طريق ناس قانونيين، ناس ماليين، ناس مختصين، كل واحد حياخذ اختصاص بتاعه، باذن الله يقدمنا ربنا نحن نخلصوا هذه الالتزامات بدينا حتى نكملوها مشوار الاتحاد الكوره. تعرف حضرتك سيد عبد الحكيم ان الاتحاد الليبي يمثل كل الليبيين وكل الانديه الليبيه في ليبيا من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ولكن تعرف ان الانقسامات في الجانب السياسي وتعدد الحكومات، حكومتين او ثلاثه وهيئات، كيف يمكن التنسيق بين الحكومات لضمان نجاح سير عملكم، وخاصه ان السيد جمال جعفري سقف طموحاته ووعوده عاليه كثير وممكن تسبب شويه اشكاليه في بين التنسيق هذا؟ والله انت قلت تو، قلت انه هو اتحاد عام، واتحاد عام معناها ليبيا كلها، ولما نقولوا مصروفات لمنتخب ليبيا معناها لليبيا كلها، ولما نقولوا مصروفات لفريق اهلي او اتحاد او نصر او اي فرق اللي بتشارك برا او هلال، هذا يمثل في ليبيا، ما يمثل في بنغازي ولا يمثل في طرابلس ولا يمثل في مصراتة. وبالتاكيد عندنا ثقه في الاخوه المسؤولين اللي هم موجودين والسياسيين، نحن بعيدين عن السياسه ونحاول نجمعهم من خلال هذا الاتحاد او من كره القدم اللي هي الرياضة تعرف في حضارة كل البلاد، يعني كلها تدخل من خلالها حضارة البلاد وتقدم البلاد. أنا واثق في المسؤولين في كل مكان، في الأخير حيرجعوا على الطاولة وحيلموا من شمال ليبيا، فنحن لما نجوا نتكلموا سواء في الشرق أو في الغرب نتكلموا على كرة القدم، نتكلموا على منتخبات، نتكلموا على ليبيا بالكامل. احنا عندنا ثقة كاملة زي ما جرى من الاتحاد، زي ما صار الاتحاد السابق 4 سنوات عانى من مشاكل كثيرة، بالتأكيد الآن بعض المشاكل تطورت، ولكن عندنا ثقة في جمهورنا وفي ناسنا وفي إعلامنا وفي مسؤولينا، ان شاء الله يلم شملهم ربي على دوله واحده، ان حيصبوا من اجل ليبيا، لان ليبيا فوق كل شيء. طيب من جانب المنتخب سيد عبد الحكيم، اعتقد انكم حتولوا اهميه كبيره للمنتخب الليبي، هل انتم سيستمر الطاقم الفني الحالي بقياده جلال دامجه في تعاملكم معاه كمدير فني او مدرب اول للمنتخب الليبي؟ اخوي علي، انا طبعا انا معايا مجموعه، انا معايا منظومه، انا في رئيس اتحاد وفي نائب ثاني وفي اخوه اعضاء،
هذه الاشياء ما نجي تو بدري شوي نقول لك هنعمل بعمل منظومه جماعيه ونجي الان نفرد بقرار نقول لك نقدر كل واحد حيكون له راي يجيب راي الاول شيء حيكون راي جماعي ممكن حتى نستعينوا بخبراء يعني كل اللي نستفيدوا منه سواء في اعلام او مدرب او صحفي او لاعب او له خبره حنستعينوا به ونستشيروه دائما حنستشيروه من يرجع ويستشير بالتاكيد حيوصل للراي الصح فما نقدرش نجاوبك نقول لك يستمر او ما يستمر انا كل واحد له راي وبعد حتى ما نقدرش نقول راي الان اني نفرض راي على جماعتي وجماعتي يفرضوا راي علي حيكون المنظومه حتكون جماعيه وحيكون القرار جماعي وحنحترم راي كل حد وتفصل بيننا ولو بعدين يفصلوا بيننا نرجع ولو نوحلوا في بعض القرارات حنرجع حتى للجمعيه العموميه اللي لها احترامها اللي اختارتنا هي اللي اختارتنا الجمعيه العموميه هي اللي اختارتنا وفيها ناس على مستوى كبير من الخبره في كل المجالات فبالتاكيد هذه الاجابات سواء على بدايه دوري ولا على منتخب ولا حتبدا من 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 من, من الاجتماع الاول التقابلي ناخذ في خطوط عريضه ثم حيكون راي جماعي لما يكون راي جماعي بالتاكيد الحمل حيخف يا اخوي علي. طيب لنا سؤالي لحضرتك سيد عبد الحكيم لنا في اثناء اول تصريحات السيد جمال الجعفري قال ان المهمه الطاقم لاشراف على المنتخب الليبي ايامات المقبله لطاقم محلي وما عندهمش ما عندهاش نيه لتعاقد مع مدرب اجنبي في الظروف الحاليه، لكن الرزنامه الدوليه للمنتخب الليبي معبيه سيد عبد الحكيم تصفيات امم افريقيا 2019 الكاميرون، تصفيات مونديال روسيا 2018 ومباريات ودية الكل يعمل ويجتهد على المباريات الودية، هل تحدثتم في خلال برنامجكم أو إعدادكم للانتخابات مع بعضكم أنت وحضرتك وجمال الجعفري عن رزنامة المنتخب والمباريات الودية؟ احنا بالتأكيد هدفنا واحد عليه بالتأكيد طبعا المنتخب هذا جزء هذا هو الأساس لأن المنتخب فوق كل شيء لأن يمثل في ليبيا بالكامل ما يمثلش نادي معين فحتى تصريحات خويا جمال بالتاكيد هو الاعلام وهذا الموضوع اللي يتكلم عليه طبعا هذا هو يتكلم برايه ومن حقه ويتكلم ورئيس الاتحاد ولكن اتفاقاتنا اولا حنشوفوا مدى فرصتنا في ان احنا نوصلوا ل 2018 او ما نوصلوش ل 2018 بعدين عندنا تصفيات في 2019 بعدين هل نستقروا على المحلي للظروف اللي موجوده الان وين يتجمعوا طريقه التجمع يعني مش حتكون عشوائيه وتكون حتكون بطريقه مدروسه وحتكون بطريقه منظمه فانا ناكد لك باذن الله لان راهو لو ما كناش منتخباتنا في المستوى مش حتكون كرتنا في المستوى ومش حنرجعوا للتصنيف ولا حكامنا حيرجعوا للعدد اللي هو كان المفروض يكون عددهم كامل من زي من زمان من سبع حكام وسبع مساعدين ولا حيشاركوا ويوصلوا النهائيات ولا حيكون لنا اسم في يوم من الايام لما كنا نشاركوا كان منتخبنا في المستوى وصل لنهائي افريقيا وصل في فتره للشان خذا بطوله الشان انديتنا وصلت الى النهائي ولظروف معينه استعدت عن طريق اشياء مثلا سابقه لكن بالتاكيد اخوي علي انتظروا منا الخير نحن نبوا بالتاكيد راه البناء ياخذ وقت شويه ولكن ما نقولكش معناها ان نحن حنعزل نحن باذن الله حنصمد لعند اخر لحظه ولكن اذا كان ما كانش معنا الاخوه في الجمعيه العموميه وكانوا معنا الاعلام وكانت معنا الجماهير لابد وان نقف يد واحده لان راهو ياخذ منا شي وقت نحن اللي نعدوهم به حيكون اتحاد في المستوى حيكون الاتحاد هو اللي يسير اللعبه ومش هو اللي مسير من الانديه من احترامي لجميع الانديه ومع احترامي لجميع المسؤولين انا بالنسبه لي انا كشخص نتكلم عن نفسي لو نلقى تدخلات مش نقول لك حننسحب ولا نخاف انا على كل شيء ما مكلفني حنتكلم في اعلام وفي اذاعه وفي وسائل ونتكلم حتى مع الجمهور ونتكلم حتى مع الجمعيه العموميه هذا وعد ياخذوه علي شخصيا ومتاكد من زملائي شو اللي متخوف منه سيد عبد الحكيم؟ كله في المستويات شو اللي متخوف منه انت كخبير في مجال الرياضه في ليبيا كحكم دولي سابق ومحكم نهائي ام افريقيا وفي جولاتك وصولاتك في القاره الافريقيه اللي خايف منه وقيادتك للجنه التحكيم وعديد من اللجان المحليه اللي خايف منه في الايام المقبله او الفتره القادمه؟ انا اول شيء نطلب من جميع نوادينا وجمهورنا ينظروا لليبيا قبل ناديهم وينظروا للمنتخب قبل ناديهم وانا ما نحبش النادي يعني لما يطلع اهلي طرابلس معناه بيمثل ليبيا كلها لما يطلع الاتحاد بيمثل ليبيا كلها اهلي بنغازي بيمثل ليبيا كلها النصر يمثل يعني كل الانديه تمثل ليبيا كلها انا نحب ما نكونوش متعصبين لانديتنا انا متخوف من بعض الاشياء ننظروا للاشياء المصالح الشخصيه والامور المحليه وكل واحد يبحث في مصلحته
اللي بيرقى واللي بينزل واللي بفريقة ونسيب خورة ونسيب ليبيا، ونخايف من المجاملات الزايدة، وخايف تبدأ علينا ضغوطات من الجمهور، ومرة يهجموك جمهور، ومرة يخشوا عليك جمهور، ومرة يخشوا عليك كذا. أنا رغم مش خايف، راه خوف شخصي لأنه خوف من الله، لكن نحن نتمنى أنهم يبتعدوا على هذه الأشياء. نتمنى حتى من رؤساء الأندية واللي هم يمثلوا الجمعية العمومية يوقفوا لمصلحة ليبيا ويتحملوا حتى على حساب أنفسهم، لأن البداية حتاخذ وقت باش نبني قاعدة ونرجع المنتخب ونرجع النادي ونرجع الحكم ونرجع هيبة كل شخص، حتاخذ وقت. أنا هذا الشيء اللي خايف، ولكن واثق في الليبيين عندما يبدوا ياخذوا قرارهم، وعندما يكونوا شجعان، وعندما يتحبوش لأنفسهم ما يحبوش لمصالحهم الشخصية، راح تمشي ليبيا. وإذا كان قعدنا نجاملوا، طيب خلي سيد عبد الحكيم خليك معايا، مازال سؤالين او ثلاثه مع حضرتك، ونستغل وجودك معنا كمسؤول في الاتحاد الليبي لكره القدم. نشوفوا زميلنا صلاح نجم اجرى عدد من اللقاءات مع اعلاميين رياضيين في مدينه بنغازي حول ما آلت اليه انتخابات الاتحاد الليبي لكره القدم. نتمنى نحن طبعا بعد الانتخابات هذه أن يكون مستقبل الكرة الليبية أفضل، مع أن يعني في مؤشرات لو بنينان على العمل السابق للمجموعة اللي موجودة توا ممكن تحس أن من الصعب أن يصير تغيير سريع في 4 سنوات. لكن الشيء الطيب في هذه الانتخابات اللي شفناه، أولا النزاهية والشفافية اللي كانت فيها، النزاهة كبيرة وشفافية، أيضا كان فيها يعني مجموعة كبيرة من العوامل المبشرة، كان في يعني ترحاب بالنتيجة من جميع الأطراف حتى اللي خسرت، كان في دعوة للتعاون من أجل الكرة الليبية، كان في أيضا إعلان أن في مشاريع لتطوير الكرة الليبية بداية من الدوري وحتى المنتخبات. الشارع الرياضي يتأمل خير لكن بتحفظ، يعني نحن لو نقدروا الشارع الرياضي يقولوا أنه متحفظ. بالنسبة للانتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم أجريت بشكل ديمقراطي، بشكل شفاف جدا ونزيه، بعكس ما كنا نتوقعه يعني، ولكن هذه يعني بادرة طيبة وهذه بداية قوية بالنسبة لهذه الانتخابات، ونحن نتمنى التوفيق للسيد جمال الجعفري لتولي المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، ونتمنى من السيد جمال أن يهتم بالمنتخب الوطني لكرة القدم، خاصة أن منتخبنا يعني فقد الكثير وحتى في التصنيف العالمي أصبح متأخر جدا، فنتمنى من السيد جمال أن يهتم بالمنتخب خاصة في بطولة الشان القادمة، خاصة نحن سنقابل المنتخب الجزائري. نتمنى توفيق السيد جمال، ونتمنى أيضا أن تكون يعني كل الفرق وخاصة الأندية أن تتمتع بالروح الرياضية خاصة بعد هذه الانتخابات. طبعا بالنسبة لانتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم يعني شاهدناها أجرت بشكل ديمقراطي وشكل حضري. طبعا نتمنى من السيد جمال جعفري التوفيق في مهمته، يعني مهمته صعبة، هي مش هتكون سهلة في ظل الظروف الموجودة فيها بلادنا، فنتمنى منه يعني الاهتمام بالمنتخبات الفئات السنية والمنتخب الوطني. وطبعا كان يعني انتخاب جيد واجريت يعني بشكل ديمقراطي من الأندية والجمعية العمومية، نتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة. السيد عبد الحكيم الشلماني، شفت وسمعت معنا بعض استطلاع لعدد من الإعلاميين الرياضيين في مدينة بنغازي، الكل يتأمل خير من التشكيلة الجديدة ولكن متحفظ وينتظروا الشارع الرياضي والوسط الرياضي بالكامل، تأملوا خير انه هو وجه جديد او كتلة جديدة أو مجموعة جديدة ترأس الاتحاد الليبي بشكل عام كمنظومة بشكل عام، والكل التفائل يتفائل خير للتشكيلة الجديدة، ولكن متحفظ وينتظر أهم خطواتكم الأولى، خاصة في الخطوات الأولى هي اللي تكمل نجاحكم الأخير. بالتأكيد أخي علي، أولا أحترم جميع الآراء سواء في الجمهور أو الإعلاميين أو الصحفيين، وانا ناكد لك احنا قلت لك باذن الله تعالى، وهذا رايي حيكون راي المجموعه، ولكن حتى من خلال نقاشنا حيكون باذن الله حنكونوا في المستوى، حتى اذا كان عندنا اخطاء والله هذه بالتاكيد جل من لا يخفي، ولكن انا قلت لك وناكد لك انا حتى في النقاش في من بعد الانتخاب في اللي يتكلم على الدوري ونزول ولا ودوله، اذا كان ما تحملناش الصدمات ورجعنا هيبه الكوره وكنا القوة في اتحاد الكورة وفي قراراتنا مهما يصير وما يكلفنا، احنا ما دام تحملنا وقبلنا الانتخاب معناها اللي بيتحمل المسؤولية، ما نقعدش على كرسي ونظاهر ونقول وخايف من هذا وخايف من هذا ومن المسؤول ومن النادي. نتمنى لك التوفيق سيد عبد الحكيم. سؤالين أخير، سؤالين اثنين، سؤال في من شقين، مباراة كأس السوبر هل
حضرتكم حاطين موعد لها او و47 نادي اللي تم تصعيدها مؤخرا، هل سيعتمد ضمن منظومة اتحاد الليبي كرة القدم؟ انا بدي كررت اخوي علي، انا حتى انا مانيش فرد، انا احنا نعمل بمنظومة، ما نقدرش نعطيك قرارات في هذه المواضيع الا بعد الاجتماع اللي حنقره عندنا يكون ناطق يحكي للإعلام. كل شيء حتكون فيه شبابية وحتجدوه من أول يوم فيه علي. طيب هل الاجتماع سيد عبد الحكيم، هل الاجتماع حيحدد بعد التسليم والاستلام أو قبل؟ بالتأكيد أخوي علي، طبعا تم الاعتماد الرسمي ولجنة الطعون وتم الاعتماد الرسمي اليوم. نعم. بالتأكيد خلال اليومين القادمين الناس تظهر في دعوة، أنت بالتأكيد حتى تو الدعوة بيتصل السيد الرئيس بيدور مكان نفسه ما فيه إقامة، ممكن حندعوهم حتى سواء في المرج أو في بغازي أو في البيضة والله أي مكان، لأن حيكون متنقلات الاجتماعات في نظر الاتحاد الليبي بالكامل، إذا كانت الظروف غادي كويسة ممكن الدعوة لطرابلس، فنحن ننتظر اليوم ممكن اليوم المساء حيتم دعوة الاجتماع وين يكون وشنو البرنامج بالكامل. فبالتأكيد اليومين الجايات حتحدث فيه كل شيء وقدام فيه مباراة السوبر اللي أكيد بأن بتفتحوا بها موسمنا الجديد وطريقة نظام الدوري وطريقة الهبوط والصعود والبرنامج هذا. نتمنى لكم التوفيق في همتكم مش السهلة طبعا الصعبة، والكل يدرك الشارع الرياضي في ليبيا والكل في ليبيا يدرك بأن مهمة ما هي سهلة، لأن صعوبات كبيرة ومحطات كبيرة وعوائق كثيرة في مسيرة اتحاد الليبي الجديد. نتمنى لكم التوفيق سيد عبد الحكيم الشلماني، وقناة 218 معاكم قلبا وقالبا من خلال إنجاح مسابقاتكم سواء كانت في كل الفئات السنية أو منتخباتنا المنتخباتنا بكافة السنية الفئات السنية. شكرا أخوي علي على هذه الاستضافة الطيبة، نتمنى بس منك ومن جميع الإعلاميين ومن جمهورنا الصبر علينا والوقوف معنا، لان بدونهم ما نقدر شيء. ان شاء الله ربي يوفق ليبيا ويلم شمل ليبيا من خلال الرياضه ومن خلال كره القدم حتى لنا نحن. شكرا ان شاء الله. شكرا لك سيد عبد الحكيم الشلماني نائب رئيس الاتحاد الليبي لكره القدم من مرج، تحدث لنا تحدث حول في البداية عبر خدمة سكايب، ما صحتش الانترنت ضعيف في ليبيا وغير معنا في الاتصال الهاتفي. نتمنى لكم في طموحات كبيرة وأمال كبيرة عليكم متعلقة عليكم من شارع الرياضي، نتمنى لكم التوفيق لقيادتكم للرياضة أو كرة القدم الليبية. مشاهدينا مازال جيم مستمر معاكم بعد الفاصل، مازلنا في تغطيتنا حلقة اليوم لانتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، معنا بعد الفاصل مراسلنا صلاح نجم اللي كان في أثناء التغطية لانتخابات الاتحاد الليبي من طبرق. ما زلنا مشاهدينا الكرام في تغطيتنا لانتخابات الاتحاد الليبي كرة القدم، معانا مباشرة من بنغازي مراسلنا صلاح نجم مراسل 218 في انتخابات الاتحاد الليبي في طبرق. رحبوا بك صلاح. مرحبا بك اخوي علي ومرحبا بكل متابعي تلفزيون 218، هذا التلفزيون الرائع اللي غطى الانتخابات بشكل مميز جدا. طيب هذا من نشاطك صلاح ونشاط طارق وحسان اللي كنتوا أول بأول معنا في تغطيتنا عبر السوشيال ميديا وشاشتنا لانتخابات الاتحاد الليبي. لو سألتك تضعنا وتضع المشاهدين الصورة اللي كانت بها انتخابات الاتحاد الليبي. الانتخابات حسب وجهة نظري أنا كانت بطريقة جيدة، لن نقول ممتازة، كانت جيدة. استضافة مدينة طبرق كانت رائعة، أهلها ناس مميزين جدا، استقبلونا استقبال رائع، تمت الانتخابات بشكل جيد جدا عكس ما كان ينتظر الشارع الرياضي الليبي. البعض وصف الانتخابات بأنها ستكون حرب حقيقية، ولكن الحقيقة شاهدنا مشاهد جميلة جدا. شاهدنا السيد عبد المنصور الثابت يعانق جمال الجعفري فور إعلان نتيجة الانتخابات، شاهدنا السيد أنور الطشاني على شاشة التلفزيون يقدم التهنئة لجمال الجعفري. هذه أمور جيدة، يعني هنقول بداية رائعة في كرة القدم الليبية اللي تحتاج للكثير من التعاون والود والمحبة. وانت تعرف السيد علي أن كرة القدم شيء كبير في مخيلة كل الليبيين، شيء رائع للشارع الليبي. كرة القدم دائما تجمع الليبيين، تجمع جميع مدن ليبيا،
اللي فرقته كيف ما تعرف انت السياسه. طيب صلاح، سؤال، انت تعرف الوقت في البرامج الرياضيه، سؤال عبد المطلب ثابت رئيس نادي الاخضر والمرشح كان او مترشح لرئاسه الاتحاد الليبي، احترام من الانتخابات وقعد لاخر الجلسه. نعم نعم، قدم له الشكر، كان ممتاز جدا، كان رائع وكان متواجد في صاله الانتخابات حتى نهايه الانتخابات، قدم الشكر بعد النهايه لجمال جعفري وغادروا لخارج الفصل. شكرا صلاح ناجم، نشكرك مراسلنا من بنغازي. مشاهدينا الكرام، كان المفروض يكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس مدرب منتخب الليبي جلال الدامجة، وإن شاء الله المانع خير، حجزات الأقمار الاصطناعية موجودة، ولكن هو كان وقت الموعد تليفونه مقفل، وإن شاء الله خير يا جلال الدامجة، وإن شاء الله المانع خير من عدم تكون معنا اليوم في حلقة اليوم. قبل أن نختم مشاهدينا الكرام، في لجنة المنظمة لبطولة أوسو للكرة الطائرة الشاطئية بمدينة زوارة تستعد هذه الأيام لتنظيم النسخة الجديدة في الصيف المقبل في على شواطئ مدينة زوارة. نترككم مع بعض اللقطات لفؤاد المعروق ومجدي عبدو، خاصة مجدي عبدو اللي توج مع فؤاد، هو مجدي من المرج ويغني مع جمهور زوارة، وهذه هي الرياضة في التحامها مع بعض، رياضي من المرج يغني مع جمهور زوارة في أقصى الغرب الليبي. نترككم مع هذه اللقطات ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.